حياكم الله مشاهدينا بكل خير، أنا نهى علي وسوف أرافقكم في جلسة الأعمال لهذا اليوم. ومن ضمن عناوين هذه الجلسة، رغم انهيار الأسعار وتباطؤ إنتاج الصخري، الولايات المتحدة ستظل أكبر مصدر لنمو معروض النفط العالمي حتى 2020. أحجام الشحن في مطاري دبي تقفز ب 18% في العام الماضي. و HSBC قد يواجه دعوى قانونية أمريكية بسبب حسابات سويسرا السرية. أهلا بكم. تباينت الآراء في الأيام الماضية حول أسعار النفط ما بين أوبك التي ترى ارتفاع الطلب على نفطها وانخفاض المعروض ومن خارجها، ووكالة الطاقة الدولية التي ترى العكس تماما، وهو ما أدى إلى تذبذبات أسعار النفط مؤخرا. المزيد في هذا التقرير. تناقض في الآراء حول النفط. منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أصدرت تقريرا توقعت فيه ارتفاع الطلب على النفط الخام خلال عام 2015 بمقدار 850 ألف برميل يوميا، مع الإشارة إلى انخفاض الكمية المعروضة من خارج المنظمة، وخاصة تراجع إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة. في الوقت نفسه خرجت الوكالة الدولية للطاقة بتقرير يناقض تماما كل ما قالته أوبك، إذ يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستبقى المصدر الرئيسي لإنتاج النفط حتى عام 2020، نافية احتمالات أن يتراجع إنتاج النفط الصخري، بالإضافة إلى إشارة واضحة بأن أسعار النفط لن تصل إلى مستويات السنوات الثلاث الماضية. سيتي جروب أيضا أشار في تقرير له إلى أن الصعود الأخير للنفط كان حركة كاذبة، وأنه لن يمضي الكثير من الوقت قبل أن يواصل النفط الهبوط إلى مستويات $20 للبرميل. وطبقا للتقرير، يرى سيتي جروب أن قدرة أوبك على التلاعب بالأسعار لصالحها قد انتهت بسبب طفرة النفط الصخري. الطلب العالمي على النفط أيضا ليس بخير. بيانات التضخم الصينية الضعيفة التي جاءت أسوأ من التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الصيني الذي كان أكثر الاقتصادات دفعا للنمو العالمي طوالي 15 عاما الماضية يعاني من ضغوط انكماشية ستؤثر بالتأكيد على الطلب. ومع كل هذه التناقضات في الآراء، فإن حركة النفط بقيت متذبذبة حول المستويات الحالية، ويبدو أن طموحات أوبك في عودة الأسعار إلى ما كانت عليه في الماضي أصبحت حلما صعب المنال. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع، حول هذه التناقضات التي نراها من تصريحات العديد من المؤسسات العالمية، نذهب إلى لندن للاستفسار حول هذا الموضوع مع السيد نيل أتكنسون، وهو كبير المحللين في لويدز ليست انتليجنس. مرحبا بك سيد أتكنسون. لماذا يعني أو كيف يمكن للأسواق أن تستدل على توقع إلى حد ما منطقي بالنسبة لأوبك أو بالنسبة لوكالة الطاقة الدولية؟ أين عسانا نذهب في هذه بين هذه البيانات؟ أعتقد أن ما يثبت هذا الأمر أنه منذ آخر اجتماع لأوبك في شهر نوفمبر عشنا في عالم جديد فيما يخص أسعار النفط، وكل المراقبين والمشاركين والمحللين يجدون صعوبة في فهم تفاصيل هذا العالم الجديد. وفي أحد الأيام نسمع من يقول بأن النفط قد يصل إلى $20، وهناك آخرون يقولون بأنه بعد 5 سنوات سيرتفع إلى $200 للبرميل. وبالتالي الناس في الأسواق يحاولون أن يستوعبوا التوازن الحالي بين العرض والطلب وما الذي يعنيه هذا التوازن. نعم، يعني لكن واضح أن أوبك كانت قد أشارت أن هناك إمكانية لأن ترتفع الأسعار قليلا في النصف الثاني من هذا العام، وأن هناك زيادة في الطلب على نفط أوبك. يعني خارج أوبك قالت أنه قد لا تعود مستويات الطلب كما كانت. لماذا برأيك أوبك هي متأكدة من حصتها السوقية؟ هل لأن معظم الأعضاء قد حافظوا على حصصهم السوقية وحاولوا فعلا أن يراعوا حاجات زبائنهم؟
ما يحصل هنا هو أن أوبك اتخذت قرارا واضحا بأنها ستنتج 30 مليون برميل يوميا، ولكن إذا نظرنا إلى توقعات الطلب في النمو ولا سيما في النصف الثاني في هذا العام نتيجة انخفاض أسعار النفط، فهناك آفاق أفضل. ومن جهة أخرى في التوازن، الأسعار الأخفض تعني بأنه سيكون لدينا إنتاج أقل من الدول ذات التكلفة العالية في الإنتاج مثل أمريكا، وبالتالي النمو في الطلب وتراجع الإنتاج يعني بأن الفائض في المخزونات الذي نراه في النصف الأول من 2015 سوف يبدأ بالتراجع في النصف الثاني من العام، وهذا يبرر اعتقاد أوبك بأنه سيكون لدينا وضع أفضل في السوق في النصف الثاني من العام. لكننا بحاجة إلى الوصول إلى هذه النقطة، ونحن في شهر فبراير وهناك الكثير من المعروض مقارنة مع الطلب، وبالتالي من يتوقعون ارتفاع أسعار النفط أن يعلن النصر الآن، أعتقد أن هذا أمر مبكر لأوانه. نعم. طيب لنعود إلى أمريكا، كيف يعني ستتدبر أمريكا أوضاعها فيما يتعلق بالإنتاج النفط؟ هل برأيك أنها ستستمر بعملية الاستيراد في هذه المرحلة باعتبار أن الكثير من مشاريع استخراج أو التعامل مع النفط الصخري إما ألغيت أو أجلت؟ هناك علامات ظهرت في الإحصائيات والتقارير بأن عدد منصات الحفر في أمريكا في النفط الصخري تحديدا عددها تراجع بنسبة 30% في الأشهر القليلة الماضية، وهذا بدوره سيقود إلى انخفاض في الإنتاج في هذه المناطق. لكن هذا لا يعني بأن الآبار التي قد حفرت وهي تنتج حاليا هذا لا يعني بأنها سوف تغلق، على الأرجح هذا الأمر لن يحصل. لكن ما سنراه في النصف الأول من 2015 هو أن إنتاج النفط الصخري في أمريكا بكل تأكيد سوف يتنامى، لكنه سوف يتنامى بوتيرة أبطأ مما رأيناه سابقا، ولكن في 2015 قد يكون لدينا تراجع. والنقطة المهمة التي يجب أن نوضحها لكل الناس هنا هو أن الطريقة التي تبتكر بها الصناعة للاستكشاف ولتحقيق الكفاءة والإنتاجية الأعلى، هذا الأمر لا يجب أن نقلل من شأنه. وأنا قرأت أن ثلث الأيام التي كنا نحتاجها سابقا للحفر في الآبار الصخرية نحن نحتاج إلى ثلث الوقت فقط، وبالتالي لا يجب الحديث الآن بعد عن موت النفط الصخري. طيب لنتحدث عن الصين باعتبار أيضا هو ثاني اقتصاد في العالم، هل النفط أيضا يأخذ مؤشراته من هذه البيانات التي تأتي تباعا وبشكل متباطئ حول النمو الاقتصادي الصيني، ولذلك قد نرى أيضا صورة سلبية لاستعادة أسعار نفط مرتفعة؟ الوضع في الصين ملفت للانتباه، فحتى قبل أن بدأت الأسعار بالانخفاض كان هناك إشارات على تباطؤ النمو في الطلب على النفط. وأعتقد أن ما يجري في الصين ينطبق على دول أخرى، هو أن الحكومة سوف تغتنم فرصة انخفاض الأسعار لتقليل الدعم الذي تقدمه لمستعملي ومستخدمي الغازولين والديزل بسبب تراجع أسعار النفط، وبالتالي الدعم يستهلك جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية، والحكومة الصينية والحكومة الماليزية والهندية والإندونيسية سوف يغتنمون الفرصة لتخفيف عمليات الدعم أو تقليلها، وهذا الأمر سيصعب عودة ارتفاع أسعار النفط بسبب المخزونات الوفيرة والتخمة الموجودة في الأسواق. أشكرك نيل أتكنسون فعلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل التي أوردتها لنا. ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك اتفاق دعم فني مع أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية لتطوير حقلي نفط الحيل وغشة. وقالت أدنوك في بيان لها أن الشركتين ستتعاونان في عدد من الأنشطة التي تصل استثماراتها إلى 500 مليون دولار، وتشمل إجراء مسوح سيزمية ثلاثية الأبعاد وحفر آبار تقييمية وتنفيذ الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير هذين الحقلين.
بينما أرست شركة أبو ظبي لصناعات الغاز غاسكو وشركة أبو ظبي لتسييل الغاز إيدغاز عقودا قيمتها 1,600,000,000 دولار لتوسعة منشآت معالجة الغاز الطبيعي في البلاد، وفاز بعقود الهندسة والتوريدات والتشييد كونسورتيوم يضم مير تكنومونت الإيطالية وأيضا أرشير دون اليونانية وأيضا تكناكس ريونداس الإسبانية وأيضا شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية. وقالت الشركتان أن هذه العقود تأتي في إطار خطة الإمارات لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز. وقال وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري سوف يشهد طرح حوالي 15 مشروعا عقاريا تقع في المدن الجديدة على المستثمرين. وأشار مدبولي في تصريحات على هامش المؤتمر التحضيري لقمة سيتيسكيب العقارية إلى أن السوق العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة اللائحة العقارية الجديدة التي ستحل كل المشكلات التي سيشهدها هذا القطاع، خصوصا فيما يتعلق بمنح الأراضي. في مشروعات كبيرة بإذن الله هتطرح في مؤتمر القمة الاقتصادية بإذن الله في مارس، يعني احنا بنتكلم على مشروعات يعني عدد في حدود من 10-15 مشروع كبير بإذن الله في أفضل مواقع في المدن الجديدة. بالفعل احنا بدأنا تفاوض على عدد منها ان شاء الله، ويعني أملي بإذن الله نعلن مش فقط ان احنا نسوق عدد المشروعات دي في المؤتمر، ولكن نعلن عن توقيع بعض الاتفاقيات عن هذه المشروعات في المؤتمر ان شاء الله. القطاع العقاري معروف ان هو جاذب للاستثمارات الخليجية، ما هي الحوافز التشريعية والتيسيرات التي ستقدم للمستثمرين خلال هذا المؤتمر من خلال اللائحة الجديدة؟ خد بال حضرتك اللائحة يعني الجديدة اللي انا اتكلمت عنها تعتبر بكل المقاييس نقلة نوعية كبيرة جدا لتنشيط سوق الاستثمار العقاري وتسري يعني نقول عليها الامتيازات والحوافز والآليات اللي موجودة على جميع المستثمرين. 2015 عام الابتكارات في الإمارات، تابعونا بعد الفاصل.